بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والثناء لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والأن عدوهم. قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تسمعن أذى كثيرا، كلام لاذع قاذع نابي أو أخبار سيئة، وأخبار سيئة ممكن أن يظهر في معنى سماع الأذى. من الأدب العام في القتال في الإسلام والذي شهدناه في يوم عاشوراء هو مواجهة الكلام بالكلام والسيف بالسيف والنبل بالنبل والرمح بالرمح، مهما أمكن إلى ذلك سبيل، وعدم اللجوء للقوة أيضا مهما كان إلى ذلك سبيل. فهذه من الآداب العامة أن يكون المسلم المؤمن المقاتل متماثل في سلاحه مع عدوه بما يستغني به عن غيره من الأسلحة، لا بما يضعف ويجعل الكافرين على المؤمنين سبيل. هذه المواجهة التي حصلت مواجهة كلامية حصلت بين عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي جعله عمر بن سعد عليهما لعائن الله بأربعة آلاف مقاتل يمنعون ماء الفرات من الحسين عليه السلام ليقتل عطشانا ولم يسقوه قطرة ماء. هذا المجرم الملعون عمرو بن الحجاج الزبيدي خرج بأصحابه واقترب من الحسين عليه السلام قاصدا الهجوم عليه وقتاله، فقبل المباشرة بالقتال صار يحرض الناس على قتل الحسين عليه السلام، فكان يقول لهم: يا أهل الكوفة إلزموا طاعتكم، أي ليزيد، وجماعتكم، أي كونكم مجتمعين لا تتفرقوا، ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين، أي يقصد الحسين عليه السلام، وخالف الإمام، ويقصد بالإمام يزيد لعنه الله. هذا التحريض للناس المقاتلين على قتل سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين عليه السلام، سبط رسول الله وخامس أصحاب الكسى ومن شفاعته ترتجى، هذا سببه أمران. الأمر الأول أنه وجد ترهلاً وارتيابا وضعفا وإحجاما ولو بوادره عند أهل الكوفة، فخاف من النكوص عند النزال والرجوع أو الانضمام إلى الحسين سلام الله عليه، كما حصل من جماعات التحقت بالحسين سلام الله عليه قبل القتال وأثناء القتال، أو هو صار يحرض لأنه حاقدا حاسدا لئيما منافقا كافرا، أو للأمرين معا، أن نطفته قذرة ووجد في أصحابه ضعفا وترهلا. هنا الحسين
صلوات الله وسلامه عليه لقرب عمرو بن الحجاج الزبيدي منه سمعه وهو ينادي ويصيح بأصحابه ويؤلب على الحسين عليه السلام ويحرض على قتله. فقال له، طبعا هنا القتال لم يبدأ بعد بينهما، وإن كان القتال قد بدأ في يوم عاشوراء، ولكن في هذه الحالة وفي هذا المكان بالذات هناك تحريض من عمرو بن الحجاج الزبيدي على الحسين عليه السلام بقصد قتله. فلما سمعه الحسين سلام الله عليه أجابه بما هو يمكن أن يستفاد منه أيضا تحريض عليه، ولكن ليس فيه تحريض صريح، إنما فيه معان أخرى نستفيدها. فقال الحسين سلام الله عليه: أعلي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتتم عليه؟ أما والله لتعلمن لو قد قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أينا مرق من الدين ومن هو أولى بصلي النار. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الجملة المقتضبة المختصرة التي أسمعها عمرو بن الحجاج الزبيدي قد ضم عدة معان في هذه الجملة. الملاحظات التي نراها في هذه الجملة المباركة من كلامه سلام الله عليه: أولا، لما حرض الحجاج على الحسين عليه السلام بالكلام أجابه الإمام سلام الله عليه بالكلام، فالكلام مقابل الكلام. وهناك الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم أنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الذي ظلم بقول يجاب بقول، والذي ظلم بسيف يجاب بسيف، فجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويلاحظ التذييل في الآية المباركة أن يلتزموا التقوى والصبر بحيث لا يكون إسراف أو تجاوز الحد. طبعا ساحة الإمام سلام الله عليه منزهة عن ذلك تماما، ولكن هو إشارة للمؤمنين أنه إذا ردوا العدو لا يزيد ولا يقصر. الأمر الثاني هو أنه الحجاج أو عمرو بن الحجاج كذب على أصحابه وكذب على الحسين عليه السلام، إذ اتهمه بأنه مارق من الدين ومخالف لإمامه، بينما الواقع هو بالعكس تماما، أن المارق من الدين هو يزيد وبنو أمية وأهل الكوفة وقياداتهم عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن الحجاج الزبيدي وشبث بن ربعي وحجار بن أبجر، كل أولئك الذين مرقوا من الدين وما ثبتوا عليه. أما الذي ثبت عليه فهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ما مرق من الدين وثبت عليه وقاوم ودافع إقامة للحق ودحضا للباطل، قوله عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. فهنا الحسين عليه السلام بين بصدقه للجميع، له ولأصحابه، يعني لعمر بن الحجاج ولأصحاب عمر بن الحجاج بالتأكيد، إذ نون التأكيد هنا المشددة آتية في كلام الإمام
مع علامة التوكيد لتعلمن، ولا يتبين من هذا الكلام أنهم يعلمون، ولكن سيكون تأكيد في التعليم حينما يموتون ويرجعون إلى الله. الله سبحانه وتعالى حينما يتوفى الأنفس يقول سبحانه: لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك، كما في الآية المباركة: فبصرك اليوم حديد. فهذه صيغة توكيد للجمع، إذا قال لتعلمن أو لتعلمن، للجمع بالمارق من الدين من هو؟ كما هم اليوم يعلمون. فإذا ما سوف العلم إنما أكده بعد الوفاة. بعد الوفاة الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب ونرى الحقائق كما هي لا لبس عليها. الأمر الثالث، قال الإمام سلام الله عليه: أعلي تحرض الناس؟ يدل على أن الإمام يعلم، أن عمرو بن الحجاج الزبيدي يعلم من هو الحسين عليه السلام، فأعلمه بعلمه به، وأنه يعلم بعلمه به. وهذا العلم حاصل من سببين: السبب الأول ما صرح مرارا وتكرارا الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في حق أهل بيته ومقامهم في الأمة، وأنهم الثقل الذي يعدل الكتاب: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الأمر عرفه المسلمون جميعا، أن الحسين من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنه على مقام في الدين عال جدا، لا يسامى ولا يجارى ولا يضاهى. هذا مسلك. والمسلك الثاني، عهد عمرو بن الحجاج الزبيدي لأنه من أهل الكوفة بالحسين عليه السلام أيام خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الكوفة التي دامت حوالي 5 سنوات، فكانت هناك معرفة بين الحسين عليه السلام وبين عمرو بن الحجاج. فحينما قال له: أعلي تحرض الناس؟ أي بمعنى أنك تعلم من أنا، تعلم أكثر من مرة. وإذا افترضنا أنه كان يقصد المدينة المنورة ومكة أيام الحسن سلام الله عليه، أيام الرسول صلى الله عليه وآله، خلال هذه السنوات الماضية من السنين حوالي نصف قرن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يضاف إلى ذلك سبب آخر يحدد أنه أن عمرو بن الحجاج يعرف الحسين جيدا. لهذا فضلا عن المعرفة الخاصة التفصيلية، إذ الحسين سلام الله عليه معصوم بالنص والإعجاز، وهذا مشتهر معروف. هم كانوا يرون المنكرين إجمالا بين هلالين نذكر، والقرآن أيضا صرح بهذا، ولكن نذكر لزيادة الفائدة أن المنكرين من الكافرين والملحدين والفاسقين والمشركين ومن أهل الكتاب من أنكر يتذرعون حين الإعجاز بالسحر، أي كلما تجد لفظة في القرآن ساحر أو سحر وما أشبه، قالوا ساحران يتظاهران، قالوا إن هذا إلا سحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا يعني أنهم رأوا إعجاز. وإذا سمعوا من البلاغة والحكمة العجيب المحبوكة المسبوكة التي هي أشبه شيء بالإعجاز اللغوي فيقولون شعر، وإذا رأوا فعلا ما اعتادوه كالإنفاق في سبيل الله
والتضحية في سبيل الله والصبر على الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان، وهذه مبادئ في جملة ألف خلق مذكورة في القرآن الكريم من الفضائل، تقابلها أيضا من الرذائل ألف خلق من الرذائل. إذا وجدوا مثل هذا الغير معقول الذي ما اعتادوا عليه فيقولون مجنون. لهذا تجدون الكلام قالوا شاعر أو مجنون نتربص به ريب المنون. هذا للتذكير بأنه ما كان من الحسين عليه السلام كانوا يتداولونه الكفار والمنافقون من الأعداء، كانوا يتداولونه إذا كان إعجازا على أنه سحر، وإذا كان بيانا على أنه شعر، وإذا كان غير مفهوم ولا يقبل وما اعتادته أعرافهم كانوا يتهمونه بالجنون، كما قال عبيد الله بن زياد لعنه الله لزينب عليه السلام: هذه شاعرة سجاعة، لما سمع منها البلاغة التي هي فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، فأجابته وقالت: ما للمرأة وللسجاعة، أن لي عن السجاعة لشغلا، تقصد الانشغال بالعبادة والأعمال الصالحة، والمرأة هي ما أشارت إليه سلام الله عليها أنها في غنى عن السجاعة وفن السجاعة. الأمر الرابع أن الإمام الحسين سلام الله عليه بيّن نفاق عمرو بن الحجاج الزبيدي، إذ هو لما قال له علي أي أنه يعلم، فتعريف المنافق أنه يظهر إيمانا ويبطن كفرا، فإذا كان يعلم بأن الإمام هو الحسين سلام الله عليه لا يزيد، وأن المارق من الدين هو وأصحابه لا الحسين وأصحابه، فإذا صدق عليه النفاق. فهنا بيّن الحسين سلام الله عليه للجميع من أصحابه وأصحاب عمرو بن الحجاج بأن عمرو بن الحجاج منافق، إذ قال له: أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتتم عليه؟ وفيه تعريض واضح بنفاق عمرو بن الحجاج الزبيدي ونفاق بني أمية وأنصارهم، وأن الثابت على الدين هو عليه السلام وأهل بيته. الأمر الخامس والأخير معلوم الحكم الشرعي أن التحريض على الإمام من مغلظات الحرام والكفر الشديد، لأن التحريض على مؤمن بل على مسلم هو حرام، فكيف يكون التحريض على إمام المسلمين وإمام الخلق أجمعين؟ وأما جواب الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب مع عمرو بن الحجاج الزبيدي، إنما هو إذا كان في مقام البيان للجاهلين فيكون واجب حكمه الوجوب، إذ البيان واجب، قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإن كان زيادة بيان فهو مستحب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة لنا ولكم، وأن يحشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين الذين استشهدوا مع الحسين عليه السلام، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي القبر أنسهم وفي الحشر شفاعتهم وفي الجنة صحبتهم. والصلاة على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.